طبعا سلمى، وصلنا لموضوع بهم كتير الناس، الصبايا والشباب وكتير من الأشخاص، لأنه نحن بفصل الشتي طبعا، وكلياتنا بنتساءل ليش بيزيد وزننا بهذا الشكل الكبير بفصل الشتوية. من سلمى، الأكل، الأكل الطيب. أكيد. فنحن دائما بنحاول إنه ناخذ الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية اللي بتعطينا نوع من الدفء بدون ما يزيد وزننا. هي التفاصيل الصغيرة أكيد ما بتجي بالسهل، فكتير من الأسئلة أكيد رح يجاوبنا عنها الدكتور نصر الزير، اختصاصي تغذية. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. أهلا صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني دائما هيك مرتبط عنا مقولة شعبية إنه كل ما بردت كول، الأكل بيدفي، بيعطي هيك طاقة وسعرات حرارية. قد ايه في مأكولات يمكن بالشتاء بتكون غنية فعلا بالسعرات الحرارية؟ صحيح. هلا مقولة إنه الأكلات الشتوية والأكلات الصيفية، يعني هي مقولة نوعا ما خاطئة أو عمومية، لانه نحن بالنهايه او انطلاقا من قاعده ذهبيه انه الموضوع هو بيتعلق بكميه الاكل والنمط التغذوي المتبع. يعني ما بظن انه في شخص مثلا بياكل بيتزا بالشتاء ما بياكل بيتزا بالصيف مثلا، ولكن الفرق بانه النمط التغذوي المتبع، انت قديش الكميه اللي عم تاكلها، نمطك التغذوي كيف، اكلاتك دسمه او انت بتعتمد بطبخك على الدسم او على مثلا انه قليل الدسم، هذا هو اللي بيختلف صراحه. وموضوع انه الشتاء او الصيف، هون موضوع بقى الحرق وزياده السعرات الحراريه كلياته هو بيلعب لعوامل فيزيولوجيه بالاضافه للعوامل البيئيه، منها النمط التغذوي وكمية الأغذية اللي أنت بتاكلها. تمام. من المقولات كمان دكتور إن إحنا بالصيف بنحرق أكثر من الشتي، أدي هذا الشيء صح؟ وكيف فينا بالشتوية يمكن نحافظ على هذا الوزن إذا بدنا نكون وزننا نحن رضيانين عليه، أو حتى ناخذ الأطعمة اللي بتدفينا مثل ما بنقول بتعطينا سعرات حرارية بدون ما يزيد وزننا؟ صحيح. هلا المقولة إنه بالشتاء نحن بنحتاج لحرق أكثر من الصيف، هذا صحيح. ليش؟ لأنه دائما نحن جسمنا لما يحتاج لطاقة هو بيقوم بحرق الأغذية ليولد طاقة، فبترتفع حرارة الجسم. فبالصيف نحن بنقول دائما انه الشخص ما كتير بيرغب بالأكل، لأنه هو درجة حرارة جسمه بتكون مرتفعة، وبالتالي حرقه ما بيكون، يعني ما بيتطلب انه هو بردان أو بيتطلب انه جسمه بيتطلب انه يرفع درجة حرارة الجسم فبيحرق الطاقة. بينما بالشتوية لا، الجسم بيكون بردان فهو بيتطلب طاقة، وبالتالي بيطلب انه حرق الطاقة بيكون اكثر، لهيك الشخص بيحس حاله انه هو جوعان. اضف لانه موضوع ثاني، موضوع انه بالصيف الشخص بيكون اكتف اكثر، حركته اكثر، خاصة انه مثلا نهاره بيكون اطول، بينما بالشتوية لا، الشخص بيكون مكنكن، نهاره بيكون اقصر، الليل بيكون اطول وبالتالي بكنكن. هذا الشيء ايضا بتكون حركته اقل، وبالتالي بيكون حرقه للسعرات الحرارية اللي عم ياخذها نتيجة انه جسمه بحاجة بيكون حرقه اقل، وبالتالي هون بيصير في زيادة وزن. لهيك بالشتاء بنلاقي انه الشخص بيزيد وزنه مثل ما ذكرنا، نتيجة انه جسمه بيحتاج لطاقة اكثر، بالاضافة لانه حرقه بيكون اقل، وبالتالي الشخص هون لازم ينظم برنامجه الغذائي، وجباته اهم شيء انه تكون منظمه، الاكل لازم ما ياكل، ما يعتمد بالوجبه الواحده، خاصه انه النهار هون بيكون قصير، فالشخص ما بيلحق انه يفطر او يتغدى او يتعشى خلال اليوم كامل، وبالتالي ممكن انه يعتمد على وجبه واحده بالنهار، هذا الشيء كثير غلط، لانه الوجبه الواحده دائما نحن بنقول، يعني بنقول لمرضانا انه انت لما تكون مثلا عم تشتغل فشغلك لما بتراكمه بيكون صعب، بينما لما بتجزئه او بتصير انه بتشتغله كل يوم بيومه مثلا بيكون افضل. نفس الشيء الجسم لما انت بتعطيه وجبه واحده بيصير في عسر هضم، الجسم بيلاقي صعوبه بهضم هذا الطعام، لهيك بيصير في عسر هضم، صعوبه بالحرق بيكون، بالاضافه لانه انت بتصير بتاكل اكثر لانه بتكون جوعان. فتنظيم الاكل على وجبات هذا جدا مهم، خاصه بالشتاء، بالاضافه انه نروح على اكلات مثل مثلا الاكلات الغنيه بالالياف مثل الخضروات الورقيه. بس بالشتاء نتيجه انه الجسم بحاجه لحرق اكثر او بحاجه لطاقه اكثر، بنروح على اغذيه نحن يعني بتكون دسمه اكثر، بنقول انه نحن طبعا جسمنا بيتقبل الدسم بالشتاء اكثر ما بيتقبله بالصيف، نتيجه انه هو بحاجه بحاجه لطاقه، بحاجه لانه يرفع درجه حراره الجسم، فالشخص بيروح على اطعمه دسمه. هون افضل انه هو لا يعوض باطعمه مثلا غنيه بالالياف، حتى لما بده ياكل اطعمه دسمه
خاصة هدول اللي بيتبعوا هلا الكيتو دايت، هدول بالشتاء بتنفع معهم اكثر لانه بالصيف بيكون صعب عليهم. يروح على اطعمة دسمة مفيدة مثل مصادر الاوميجا 3 مثل المكسرات، طبعا المكسرات النية وليست المحمصة، لانه هون نفس الشيء بيرجع، وبالتالي بتكون المكسرات النية خاصة عن طلاب المدارس لانه للنمو العقلي والذهني كثير ممتازة. يروح على زيت الزيتون مثلا بدل الزبدة بدل السمنة، يعني يقدر هو انه يروح على اطعمة. هون بنقول نوعية الغذاء لازم تكون نوعا ما انه يروح على اطعمه افضل، وكميه الغذاء لازم تكون محدده ضمن برنامج غذائي محدد. اكيد. طيب دكتور، بما انه حكينا عن نوعيه الغذاء، خلينا شوي نتفصل. اليوم كثير من الناس بتقسم وجبات، ولكن الوجبات اللي بتاخذها او خليني اقول النقريش بتكون هي بتزيد الوزن من باب انه انا عم باخذ طاقه وما عم باكل وجبه واحده، عم باكل وجبات صغيره. في ناس كثير مثلا بيروحوا بيقولوا قطعه كنافه ما بتأثر، تمام، صحن فول ما بيأثر، وبيزيدوا بقى شوي 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 الصحون. صحيح. هيك للمساء. صح. فقدي مهم نوعية الأغذية حتى لو نحن عم نقسمها بقلب النهار. صحيح، حكينا على الجسم بحاجة لحرق، بحاجة لطاقة، وبالتالي هون بتصير بتعن على الشخص السكريات أكثر. بالشتاء بنلاحظ انه انا بطلب سكر اكثر، لانه بالضبط كثير شغلة، لانه جسمه بحاجة لطاقة، ومصدر الطاقة الاساسي داخل الجسم هو السكريات، فبصير بيتجه نحو السكريات مثل ما قلتي قطعه حلو، بالاضافه لانه قاعد بالبيت، يعني بعد الساعه 6 مثلا 7 خلص قاعد بالبيت بيقول عتمت الدنيا برا، انا ما فيني اطلع برد، كان جنب الصوبيا خليني اعمل جو بالاكل. فبالضبط، فبيصير بيزيد الاكل صحن رايح صحن جاي. هون بنقول دائما انه انت لا، بدل ما مثلا قطعه الكنافه روح على اطعمه مثلا غنيه بالالياف، خلي الفواكه حتى لو مثلا فواكه الصيف متنوعه اكثر، بس انت روح على الفواكه او روح على الخضروات مثلا، بدل ما انت مثلا تعن على بالك الكنافه، لا اعمل مثلا صحن سلطه، اعمل مثلا السناك تبعك مثلا اللي انت بدك فيه حلو، اعمل سلطه فواكه بدل ما تروح على اطعمه مثلا مثل الحلويات الغربيه مثلا او حتى الشرقيه اللي هي بتكون غنيه بالدسم، خاصة نحن عنا بيصنعوها بدسم بنسميه نحن ساتشوريتد فات او بنسميه الدهون المتحولة اللي هي ضارة جدا. بالإضافة لأنه أنت لما بدك تنوع غذائك حاول أنه ترتفه بأطعمة مثلا غنية بالفيتامينات، هذا بيكون أفضل. بالإضافة مثل ما قلنا أنه أنت تقسم غذائك على وجبات بحيث أنه أنت لما تحس بالجوع كول، وبس مجرد ما حسيت بالشبع، يعني اول شعورك بالشبع، للاسف نحن لما بناكل بنحس بالشبع، لكن مثلا الاكله بنقول انه والله طيبه بنصير بناكل فيها، مجرد ما انت حسيت ببدايه الشبع لا وقف. هون بيكون في ارسالات من الجهاز الهضمي الامعاء بالاضافه للخلايا الدهنيه للدماغ انه انا شبعت وقف. طبعا ارسال الرسائل هي الجسم بيملأ، الشخص بيضل عم ياكل لانه دماغهم بيكون انه في هرمونات ثانيه ضغط عليها. انت مجرد ما بلشت تشعر بالشبع وقف، حتى لو اكلت بعد ساعه او ساعتين بتكون كمياتك هيك، انت بتقدر تضبط الكميات. النوعيات مثل ما ذكرنا هي للشخص نفسه، للنمط الغذائي المتبع. الاشخاص دائما بننصحه انه يقلبوا من طبخهم بالسمنه مثلا الى الزيت مثلا، حتى لو كان يعني لانه الدراسات هلا عم تقول انه دائما الزيت افضل، حتى للي ما عم بيعانوا من مشاكل قلبيه او مثلا ارتفاع بالكوليسترول او الشحوم، لانه افضل كنمط حياه الى المدى البعيد. نكون غنية بالألياف مثل ما أن الخضروات الورقية خاصة السبانغ، البروكلي، الملفوف، الخس، هالأمور هي دائما تكون غنية. أنت السناك حاول تكون تخلي هذا الأطعمة، بالإضافة أنت لما بدك تأكل دسم مثل ما ذكرنا تتجه على الدسم المفيد مثل زيت الزيتون مثل المكسرات، يعني ويقسم وجباته. هذا بالمجمل بالصيف بالشتاء دائما هي الوجبات اللي نحن بننصح فيها. تمام، يعني حاولنا معك دكتور ناصر ابرز النصائح اللي ممكن احنا نتبعها لنحافظ على وزننا الصحي والمثالي بفصل الشتاء، وكمان لحتى ما نكتسب وزن. نتمنى اكيد الكل يكون استفاد طبعا سلمى من هي المعلومات، وبدنا نشكرك كثير دكتور. يسعد صباحك. شكرا دكتور لك، يسعد صباحك عن جديد.